فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من بريطانيا تقول: هل يجوز لي ألا ألبس النقاب أمام أخي زوجي؟ وأمي لا تحب أن ألبسه، ولكنني أحبه جدا، فبماذا تنصحني يا فضيلة الوالد؟ أنصحك بالالتزام بالحكم الشرعي، ولا عليت من أمة ولا من أحد، والحكم الشرعي تغطية الوجه عمن ليس من المحارم ولو هو أخو زوجك. نعم.